أنا اسمي إيهاب رعد غانم، عمري 18 سنة، من مدينة الموصل. عنوان السكن الحالي مجهول. أنا من كنت صغير، عمري شهرين، أبويا توفى وفاة عادية. بعدين تربينا عند أمي، كبرنا وهاي طب داعش على مدينة الموصل، عصابات داعش. تم قتل أمي علية عصابات داعش، كانت تعمل بالشرطة القضائية مفتشة. بعدين من قتل أمي داعش رحت على بيت عمتي، ظليت يم عمتي لي ما تحررت، عمتي كانت ترعاني. من تحررنا صارت مشاكل عائلية وهاي. بعدين تم ذهابي إلى دار الأيتام، دار حكومي تابع للدولة. عشت بدار الأيتام من 2017 إلى حد 2017 إلى حد 2023. بهاي السنة بلغت السنة القانوني، طبعا اكو قانون من واحد يصير عمره 18 طلعوا من دار الايتام. طلعت من دار الايتام وما عندي لا مأوى ولا عندي صنعة، مجهول، وانام ببيت صديقي، مرات انام بالشيخانة، طبعا انام ببيت قرايبي يوم يومين ويقولوا لي روح، ما عندي مكان ثابت انام بيه. وطبعا انا قاعد اشوف كل هؤلاء الاولاد الشباب امامي، انا طبعا انقهر والله العظيم، حتى مرات الاكل حسره علي. نطلب من الجهات المعنيه واناشد كل الخيرين بالنظر الي كاخوي او ابوي يساعدوني، ينطوني مأوى انام به او يسوي لي وظيفه او كل شيء يعني يضيقون عليه.